جاء في الحلية لأبي نعيم أن الحسن البصري رحمه الله نقي رجلا وكان ذلك الرجل عنده نوع تفريط وتقصير فقال له الحسن كم تبلغ من العمر قال ستين سنه قال اما علمت انك في طريق وقد اوشكت ان تبلغ نهايته اما علمت انك في طريق وقد اوشكت ان تبلغ نهايته قال الرجل انا لله وانا اليه راجعون قال له الحسن او تعرف تفسيره هل تعرف معنى انا لله وانا اليه راجعون؟ قال وما تفسيره؟ وفعلا كثير من الناس ربما يقول اذكار مشروعه ويكررها لكنه لا يعرف معناها ومدلولها. قال او تعرف تفسيره؟ قال وما تفسيره؟ قال انا لله اي انا لله عبد. وانا اليه راجعون اي انا اليه راجع. فإذا علمت انك لله عبد وانك اليه راجع فاعلم انه سائلك واذا علمت انه سائلك فأعد للمساله جوابا انتبه الرجل واحس انه ينبغي عليه ان يتدارك فقال مخاطبا الحسن ما الحيله؟ اعطني المخرج ما الحيله؟ قال الحيلة يسيرة الحيلة يسيرة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى